السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نقدم لكم واحد العمل رائع جدا تيجي في الراندق تيجي في النصف طوق وكذلك ممكن تستعملوه في الملاقية اللي أسفل النصف طوق ولكن غادي نضطروا يعني أنكم تنقصوا شوية من الحجم فأول حاجة غادي نديرها أنني غادي نخدم يعني الغرز ديالي فهنا أنا غادي نخدم 15 غرزة أه بهاد الطريقة هادي غادي نطلع بهاد الشكل باش تجيني يعني العدد ديال الغرز يكون محدد وكذلك كيجيب واحد الدقة أكثر فأنا الآن ديما غادي نبقى يعني تنضرب مراق في هاد المكان وترجع تنضرب في مراق في هاد المكان هذا هذه غير يعني هنا غادي نبقى غادة وفي الأخر غادي نحسب فغادي نلقى خمسطاشر غرزة لاحظوا معايا هنا أه حسبت يعني لقيت خمسطاشر غرزة ديالي هنا العدد ضروري يكون فردي يعني ماشي عدد زوجي يعني اما 15 13 بهاد الطريقة هادي فالآن أنا خدمت جوج غرزات الأولين وغادي نخدم الغرزة الثالثة وغادي نجي الغرزة رقم أربعة واحد اثنان ثلاثة والآن غادي نخدم الغرزة الرابعة فلاحظوا معي مزيان يعني الطريقة دي الحساب هاد الخدمة هادي سهلة بزاف وبسيطة وجديدة كذلك فالان من بعد ما كملت يعني اربعة الغرزات اللي عندي أه كنعتذر منكم على التصوير يعني أه... التصوير صراحة ما جاش واضح مزيان فالان انا رجعت ضربت في هذيك الغرزة الثالثة وغادي نبقى تنضرب يعني غادي نرجع لهذيك الرابعة اللي خدمت دائما غادي نبقى ما بين هذيك الرابعة والثالثة غادي نبقى مهم غادي بهالطريقة هذه حتى نطلع فانا الان غادي نخدم هنا هاد العدد اللي غادي نخدموا هنايا فتقدروا تخدموا يعني العدد اللي بغيتو انا هنا غادي نخدم 12 12 غرزه تقدروا تخدموا 13 غرزه غير 10 الغرزات كذلك حتى 10 الغرزات غيجيو مزيانين المهم نتوما خدموا العدد اللي عجبكم آه كل واحدة على حساب الكبر اللي هي باغا تخدم فيه ومن الافضل تخدموا 12 كيف ما خدمت انا فانا الان غادي نكمل هذه الخدمه ديما قلت دي لكم تنبقى غير ترجع في هذيك العين اللي انا خدمت ديما ترجع فيها باش يتكون عندي هنا واحد يعني واحد واحد الخط يكون طويل وفيه كامل غرازي فكنتمنى ان هذا الشكل لدينا الاعجاب ديالكم فانا الان غادي نستمر ومن بعد غادي نحسب 12 غرزه فلاحظوا معايا واحد آه غادي نحسبهم هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر لاحظوا معايا مزيان يعني 12 وهادوك الجوج اللي غادي نبقاو في الاخر فهما باش انا غادي نثبت الخدمه على الاساس يعني اللي انا خدمته فالان انا غادي ندور هذه الخدمه بهذه الطريقه هذه وغادي نرجع الغرزه لاحظوا معي في الاول خدمت ربعه الغرزات يعني انا الان نجي الغرزه الخامسه هنا فين دخلت البراق هذه هي الغرزه رقم خمسة فانا هنا غادي نحاول اني نلوي واحد الخيط يعني باش نقدر هنا هذه غير غرزه عاديه جدا يعني كل واحد وطريقته في الخدمه فهنا اللي بغات تلوي الخيط بحال هكا اللي ما بغاش تخدم غرزه عاديه أه كما قلت لكم خدمنا أربعة الغرزات وهذه هي الغرزة الخامسة هي اللي غادي نثبت فيها هاد الخدمة أه فهنا نتوما العدد أه خدموا باللي اللي عجبكم انا بغيت تبقى لي واحد المسافه ما بين هاد الخدمه وما بين الثوب هذا الشيء علاش انا خدمت في الغرزه الرابعه اللي ما بغاش تبقى لها هذيك المسافه تخدم يعني في الغرزه الثانيه او الثالثه يعني اللي ما بغاتش المسافه تبقى ليها تخدم فيها انا بغيت نخليها باش في الاخر يعني نزينها وتبقى بشكل رائع جدا فالان كما كتشوفوا معايا تنحاول انا نثبت هذا الخيط في الغرزة الخامسة لاحظوا معي جيدا في الغرزة الخامسة أنا تبت الخيط فالآن كتبقى لي واحد الغريزة صغيرة هنا في هذه الخدمه وفي هذه الخدمه غادي نجي الغرزه رقم ستة غندخل فيها الابره والغرزه الاخرى اللي حدا هذيك الاولى اللي يعني هذاك المستطيل الطويل اللي حنا خدمناه فتبقى كما كيكون عندنا في جوج العينين فالعين الاولى ثبتناها في الغرزه الخامسه والعين الثانيه ثبتناها في الغرزه رقم ستة فانا الان غادا خدامه يعني هذه الغرزه رقم ستة تندخل في الخي... يعني الابره في الغرز بجوج غرزه رقم ستة وفي هذه الغرزه اللي عندي في الجنب فالان نجي الغرزه رقم سبعة غادي نخدمها ونجي كذلك الغرزه رقم 8 ونخدمها ركزوا معايا جيدا على الحساب فهنا الغرزه رقم تسعود غادي نخدمها وكنعاود نعتذر منكم على التصوير ما جاش مزيان ولكن حاولوا انكم تعتمدوا على الشرح فهنا خدمت على الغرزه رقم 9 وغادي نجي الغرزه رقم 10 هي اللي غادي نخدم عليها لاحظوا معايا جيدا الغرزه رقم 10 هي هذه اللي تنخدمها دابا فالان لاحظوا معايا جيدا يعني هذيك الغرزه رقم 10 هي اللي غادي نرجع نخدم فيها نفس الشكل اللي انا خدمته يعني هنا كتلاحظوا معايا انا خدمت ربعه في الوسط يعني الا جينا نحسبوا غتلقاو ربعه في هذاك الجنب فهنا على هاد الغرزة هذه اللي كما قلت لكم رقم عشرة فهي اللي غادي نخدم عليها غادي نبقى دائما تنضرب يعني في هاد المكان وفي هاد المكان فترجع لهذه النقطة هذه وتنشكل عليها يعني الغرزة ديالي بهاد الطريقة فهاد الخدمة سهلة بزاف وبسيطة وجديدة كما قلت لكم يعني كنظن انها اول مرة كت يعني كت تعرض يعني فهاد الخدمة رائعة جداً وتتخدم حتى بالكروشي ولكن انا فضلت انني نوضع عليكم بالراندا واللي بغات تشترك في القناه ديال ف في القناه ديال الكروشي عفوا ترجع لصندوق الوصف غتلقاو رابط القناه ديال ام مريم للكروشي فهاد القناه جديده وانا محتاجه للدعم ديالكم فاللي بغات تدعمني بالاشتراك في القناه مرحبا بها كنتمنى يعني القناة تنال الإعجاب ديالكم لاحظوا معايا هنا رجعنا الغرزة رقم 11 وغادي نطلع يعني هنا كيفاش تلوي هذاك الخيط وتنخدم عليه عادي جدا هذه مجرد غرزة عادية هذه رقم 11 هي اللي تبتنا فيها يعني هذه هي اللي غادي نتبت فيها هذه الخدمة دائما هنا تنضربوا جوج ضربات يعني الضربه الاولى تنثبتوا بها هذيك الخدمه وبش يعني ما تبقاش الخدمه تمشي وتجي او ما تبقاش يعني بشكل جيد جدا فترجع نثبتها مره اخرى غادي نجي الغرزه رقم 12 وغادي نجي كذلك لهذا الراس هذا في هذا الراس هذا غتلقاو هنا واحد العوينه صغيره فهاد العين هذه حتى هي بغيت نثبتها باش تجي الخدمه يعني ثابته مزيان وما تبقاش تمشي وتجي لكم في اليدكم يعني فهنا احنا ثبتناها كما قلت لكم غادي نكمل هنا عدد الغرز اللي عندي غادي نجي 13 هي هذه الغرزه رقم 13 والغرزه رقم 14 حتى هي غادي نخدمها يعني حاولوا انكم تركزوا مزيان على العدد ديال الغرز حافظوا عليه كما قلت لكم يعني انا هنا خدمت 15 غرزه فغادي نستمر دائما ب 15 غرزه نحاول انني من يعني ما عليها فهنا غادي نطلع الغرزه الاولى والثانيه هو الغرزة رقم ثلاثة ولاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي نفوت هاد هاد دي هاد العوينة الكبيرة هادي اللي درنا فغادي نخليها وغادي نجي لهاد النقطة هادي بالضبط فهاد الغرزة هادي هي اللي غادي نخدم ولكن راه ملي غادي نجي نبدا نعمر في هاد الفراغات راه غادي نعمر 15 غرزة يعني 15 غرزة ديالي خاصني نحافظ عليها اللي خدمات 15 حافظ عليها واللي خدمات كثر تحافظ عليها والخدمات كذلك اقل تحافظ عليها يعني مثلا نتوما لو بغيتو تخدموا هذا النوع هذا خدمتوه في النصف الطوق وبغيتو كذلك تخدموه في الملاقيه تلاقيو به يعني اسفل ديال الجلابه فغادي تنقصوا العدد يعني ما غاديش تخدموا 15 غرزه يعني تقدروا تخدمو غير سبعه الغرازي فكافيه سبعات الغرازي ولكن خدموا آه غتطروا أنكم تقربوا شوية التوب مهم نتوما جربوها غير في توب عادي باش تلاحظوا معايا هنا الطريقة وتعرفوا الحساب كيفاش غادي يكون فتنجيل هذا الراس دائما تنجي أنا للراس ديال الغرزة وتنخدم عليه بهذه الطريقة هذه وغادي نجي لهاد العوينة اللي حداها حتى هي غادي نخدمها والعوينة اللي حداها حتى هي غادي نخدموها فغادي الآن غنضرب في التوب لاحظوا معايا هنايا جيدا غادي نضرب يعني هنايا يعني هنا عفوا الخيط قاد ليا فغادي نخدم بدلت هنايا الخيط وغادي نرجع نكمل الخدمه بشكل عادي جدا فترجع نخدم يعني الغرزه الاولى والغرزه الثانيه فالان كما شفتوا معايا يعني حنا خدمنا جوج الغرزات فغادي نجي لهذا الفراغ هذا وغادي نخدم عليه الغرزه رقم ثلاثة لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي نرجع عدد الغرز ديولي اللي انا يعني خدمتهم فهنا الغرزه رقم 4 والان الغرزه رقم خمسة يعني احنا دابا هنا اه هنا حاولوا انكم ترجعوا هاد الخدمة هاد الخدمه هذه اللور فهنا الغرزه رقم خمسة وغادي نكمل هنا غادي نوضع الغرزة السادسة فهنا وضعت ستة الغرازي يعني حسبوا معايا مزيان خدمنا جوج زائد ربعة هي ستة يعني خدمت ربعة الغرزات في الفراغ فغادي نجي هنا ستة هنا سبعة عندي هنا الغرزة رقم سبعة والغرزة رقم ثمانية وقت تسعة غادي تجينا في هذا الفراغ هذا يعني هنا في هذا الفراغ غادي نخدموا الغرزة رقم تسعود وعشرة هنا نخدمه غير بشوية علينا الغرزة رقم عشرة والغرزة رقم حداش الغرزة رقم حداش والغرزة رقم 12 12 حتى هي غتجينا في الفراغ يعني اللي جينا نحسبو غادي نلقاو ربعة الغرازي اللي خدمناهم في الفراغ هنا 12 فغادي نجي هنا بقاو عندي ثلاثة يعني غادي تجي تلتاش فغادي نخدم هنا الغرزة رقم تلتاش ورقم 14 و15 15 اللي هي الغرزه الاخيره فانا هنا رجعت عدد الغرز ديولي اللي كنت خدمتهم في الاول يعني خدمنا 15 غرزه فرجعناهم يعني ما يمكنش هنا ضروري خاصكم ترجعوا نفس عدد الغرز اللي نتوما خدمتوهم بهالطريقة هادي خدمنا 15 غرزة والآن غادي نرجع نعاود نكمل فهنا لاحظوا معايا مزيان غادي نطلع هالطلع حتى نوصل التوب يعني هنا نتوما غادي نتخدموا حتى توصلوا التوب فأنا هنا غادي نكمل هاد الخدمة هادي حتى نوصل التوب ونرجعوا نكملوا العمل ديالنا يعني نواصلوا باش نشوفوا الطريقة فهنا أنا وصلت للتوب وغادي نرجع مرة أخرى فغادي نخدم الغرزة الأولى والثانية والغرزه رقم ثلاثة ديما نرجعوا هذه هاد الودينه هذه مهم حنا وصلنا دابا عاوتاني للتوب فهنا نهبط بالخدمه حتى وصلت للتوب ركزوا معايا مزيان هبط وصلت للتوب يعني انا هنا لتحت فغادي نرجع نطلع مره اخرى يعني هنا الغرزه الاولى والثانيه هنا غادي نكمل الخدمه حتى نوصل مره اخرى للتوب فهنا غادي نكملو الان رجعت وصلت للتوب كيف ما لاحظتوا معايا في الاول حنا قبدينا هذاك الودينه اللي حنا خدمناها حنا نقولوا ليها ودينه باش نبقاو عاقلين ليها ف خدمنا يعني من الفوق فغادي نرجع مره اخرى نبدا عاوتاني من الفوق خدمت هنا ثلاثه الغرازي وغادي نجي الغرزه رقم 4 لاحظوا معي جيدا حنا دائما تنخدموا في الغرزه رقم 4 يعني حافظوا على العدد خدمتوا في الاول في الغرزه رقم 4 غادي تبقاو غاديين كتخدموا في الغرزه رقم 4 خدمتوا في رقم جوج او رقم ثلاثة فغادي تبقاو غاديين دائما كتخدموا في نفس الرقم يعني هنا لاحظوا معايا الارقام بشكل جيد جدا فهنا انا غادي نطلع يعني غادي نكمل هاد هاد الودينه هذه حتى نوصل ل 12 غرزه يعني كيما خدمت في الاول 12 فغادي نخدم مره اخرى 12 دابا الخدمه كتبان لكم مرونه صراحه ولكن من بعد غادي تبان لكم كيفاش غادي نجمعوها وغتجي رائعه جدا فانا كملت هاد 12 غرزه اللي عندي وغادي نرجع مرة اخرى غادي نثبت يعني هنا الخيط هنا الخيط صراحة ما بقى ليه والو فهنا غادي شوية كيمحن يعني مليكي كي قرب الخيط يتقاد وكيجي في هذه هاد المرحله هذه بالضبط فهو صراحه تيمحنك هنايا في التصاويب ديالو المهم دائما كما درنا في الاول درنا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه فانا هنا غادي نركب يعني غادي نبدل الخيط غادي نركب خيط جديد وفي نفس الوقت غادي نخدم هذوك جوج الغرزات يعني احنا هنا خدمنا في الغرزه هذه رقم 6 يعني هنايا غادي نخدم هنا في الغرزه رقم ستة فغادي نجي لهاد اللي حداها نخدمها كذلك وغادي نجي اللي حداها حتى هي غادي نخدمها مهم هنا غادي نستمر بالخدمه بشكل عادي جدا كيف ما خدمنا في الاول لاحظوا معايا مزيان يعني تيبان لكم هذا الخيط هذا فانا غادي نقطعو يعني هذاك هو الخيط اللي كان شاط لينا في الاول فاحنا غادي نقطعوه باش نحيدوه وعاد غادي نرجع نكمل هنايا الخدمه ديالي آه عادي فغادي نقطعو الان غادي نحيد هاد هاد الخيط هذا يعني هو اللي بقى لينا في الاخر حيت ضروري غادي نخدم عليه باش يثبت في الخدمه باش يعني ندفنوه وسط من الخدمه فالان احنا كملنا فغادي نرجع وغادي نرتفع كذلك العدد راه نفس العدد اللي كنا خدمنا لتحت فانا غادي نجي الان وغادي نرتفع فغادي نطلع هنايا في العدد كيف ما خدمنا يعني في الاول 12 غرزه فغادي نجي هنا وغادي نخدم 12 غرزه ديالي فغادي نكمل هنايا 12 لاحظوا معايا جيدا هنا كيفاش غادي نكمل هاد الخدمه هادي حتى نوصل للنتيجه اللي غادي تبان لكم في الصوره فالان تبت هذيك بفنيته باش ما تبقاش يعني مبرصطاني صراحه في الخدمه تبتوها بفنيته باش تجيكم قضيه سهله ديما لويو هنا الخيط ورجعو لهاد الغرزه هذه لحداها هي اللي غادي نطلعو منها الابره ديالكم وغادي نتبتو هنايا الخدمه بشكل جيد جدا فهنا ديما تنثبتو الاولى والثانيه تنضربو يعني فيهم بجوج تنخدموا هنا هذه الغرزه الغرزه اللي حداها وكذلك هذيك العوينه اللي كتبقى شايطه علينا هنا كيبقى عندنا هنا واحد العوينه في هذا الراس فغادي نرجع وغادي نثبتها حتى هي فاحنا هنايا غادي نكملوا الخدمه يعني غادي نجي لهاد الغرزه هذه اللي حداها وغادي نخدمها وكذلك اللي حداها حتى هي هنا كيبقاو لينا ثلاثه الغرزات في الاخر فغادي نجي للتوب وغادي نخدم عليه الغرزه يعني الاخيره وغادي نرجع مره اخرى نرتفع نخدم الاولى والثانيه وكذلك الغرزة الثالثة وهنا ديما كيف ما درنا في الأول تنخلي هاد, هاد المكان هاد يعني هاد الخدمة هذه اللي درناها وتنجي لهاد النقطة هذه بالضبط وهي اللي تنخدم عليها يعني تنخدم الغرزة وما تنسوش أن احنا هنا خدمنا بالطريقة ديال التعويض يعني أنا خدمت 15 غرزة فخاصني نرجع نعوض نفس العدد يعني خدمت 15 فغادي نحافظ على العدد اللي عندي يعني 15 نبقى غادي خدامة بيح حتى نكمل فانا الان ديما تنخلي هذاك المكان وتنجي اللي وهي اللي تنخدم عليها كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم واللي القناه اول مره وعجباتها القناه متنساش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعه وما تنسوش كأن ان هذا الفيديو هذا هذا هو الجزء الاول ومازال الجزء الثاني هو اللي غادي نديرو ان شاء الله قريبا غادي ننزل الجزء الثاني اللي غادي نكملوا فيه الخدمه وبالبريد بكل شيء كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره شكرا على المتابعه وما تنسوش تشوفوا الفيديو الجزء الثاني